الشوربه الجميله اللي احنا نبدا نشتغل فيها، نركز فيها وان شاء الله تطلع معاكي هايله لو عملتيها ان شاء الله بالطريقه ديت. هنعمل ايه؟ عندنا طبعا الكابوريا، هو في طبعا في اكياس كتير بتتباع في اي سوبر ماركت فيها الحاجه بالعظم، السمك بالعظم، جمبري هتلاقيه موجود هناك بقشره زي ما هو، الكاليماري هتلاقي موجود، الكابوريا دي شرايح الكابوريا اللي هو الكراب ستيك اللي هو الصناعي، عندنا سمك فيليه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، وفي جمبري مقشر، فهي بتبقى كده ميكس كيس محترم بنجيبه نشطفه كده نديله شطفه بعصير ليمونه ويتنقع في ميه ساقعه 10 دقائق وبعد كده نصفيه يطلع معايا زي الفل ان شاء الله. هنا فلفل الوان حوالي يعني واحده كده من كل نوع وقطعهم مفرومين ناعمين، وعندنا طماطم مفرومه ناعمه، جزر زي ما حضراتكم كده شايفينه مقطعينه مفروم ناعم، عود كرفس مقطعينه برده ناعم، عندنا معلقة صلصة صغيرة، وزي ما اتفقنا عايز اطلع الشوربة تبقى بينك روز اللي هي تبقى اللون بتاعها كده، فبديها معلقة صلصة وبحط معاها الزعفران، في زعفران طبعا باودر موجود عند العطارين، وده طبعا ملوش علاقة بالزعفران وده اللي احنا كلنا شغالين بيه لكن هو الزعفران الاصلي والزعفران الشعر وده غالي جدا، فاحنا بنجيب البودر وبنشتغل بيه. خلينا نكون صراحة كده عشان نجيب من الاخر، في الزعفران باودر في موجود الاصلي، بس الاصل ده مش موجود هنا، الاصل ده عشان تجيبيه بتجيبيه غالي قوي. هو طبعا يا جماعه الزعفران بيخلي الاكل في حته ثانيه خالص وصحي ومفيد جدا جدا جدا. طبعا زي ما انتم عارفين اللي اغلى زعفران موجود هو في العالم طبعا هو فين؟ ايران، بعد كده بيخش اسباني، الاسباني دول اعتقد اغلى اثنين موجودين فيه، عشب عادي ولكن هو الفكره الغالي جدا وبيتباع بعلب صغيره. فانت لو ايه لقيت البودر ده صباح الفل عدي عليه وما تجيبهوش. توم وعندنا كمون، وبعد كده عندي معلقه نشا صغيره عشان تربط لي الصوص بتاع او الشوربه بتاعتنا دي. خلينا ناخد اول حاجه شويه الزيت، ونقوم واخدين عندنا التوم ثلاث اربع فصوص كده توم مفرومين، طبعا الخليج بيبقى منتشر فيه الزعفران اكتر من عندنا، هو الفكره اللي هو لو انت عندك الزعفران موجود عندك انت بتنقعيه في ميه، ميه بارده عاديه جدا او ميه من الفلتر بتنقع، وبعد كده حوالي 10 دقائق كده حتى بتلاقي لون الميه اتغير، وبعد كده على فكره في ناس بتشربه كده على طول من غير اصلا ما تحطه على الاكل، ده بيتحط معاه علقة عسل ابيض ويتشرب، ده حاجة ما شاء الله يعني. نحط عندنا التوم، نحط عندنا الميكس سيفود الجميل بس نصفي منه طبعا اي مية، فلفل الوان، فلفل الوان يا استاذ تمام، بعد كده عندنا شوية جزر مفرومين، الخضار ده بيخلي الشوربة في حتة تانية خالص، عود كرفس كده مفروم، وبعد كده اهوت عندنا الطماطم المفرومه، اللحم ونشوح الكلام الجميل ده كله ايه مع بعضه، سيبه على النار ما نستعجلش عليه خالص. يبقى احنا شغالين دلوقتي ايه في شوربه ميكس فود محترمه، سيبها بقى تتشوح كده تشويحه حلوه مع الخضار، مع التوميه الاول ادت لها طعم وعلت الطعم معايا قوي، بعد كده حطينا الايه الميكس اللي عندنا كله، وبعد كده هو بالعظم بقى بلحم اللي موجود عندك، اي سمك خش اشتغلي بيه مفيش مشكله، حتى لو عندك سمك فيليه قطعيه مكعبات وحطيه، لو عندك مثلا حاجه باقيه معاكي في الفريزر طلعيها وحطيها في الشوربه دي. روايح حلو قوي، روايح بامانه جذابه قوي، انا عايز اعلي الريحه ديت، اقوم معليها بشويه كمون صغيرين اهو ماشي كده، واقوم معليها بقى ايه معلقه صلصه، صلصه طماطم، بعد كده بنقوم واخدين عندنا شويه من الكزبره المفرومه
او بقدونس مفروم اللي عند حضرتك هتشتغلي بيها يبقى زي الفل. وبعد كده نقوم نازلين عندنا بشوربه خضار، اي شوربه عندك يا عيني ده شغل عالي. ونقوم ايه مقلبين التقليبه الجميله ماشي كده الكلام، ولسه ما دخلتش الكريمه ولا اخدت معايا الزعفران. هاخد عندنا شويه ميه صغيرين نحطهم على الزعفران، وبعد كده قوم واخد شويه الزعفران دول فين؟ على النشا، ادوب بيهم النشا عندنا. بصوا بقى لونه عامل ازاي. نقوم واخدين عندنا شويه الزعفران دول وزي ما انت حضرتك كده شايفه، نقوم حاطينهم فين؟ عندي على النشا. ونديها التقليبه التمام اهو اللون اهو، ونقوم واخدينها ورايحين عندي على الشوربه. هتخلي الشوربه في حته تانيه خالص. واخر حاجه خالص بنقوم طافين عندنا بالكريمه ونسيبها بقى على النار لحد ما تتقل معايا اهي. اتفرجي بقى ايه، نبص بعد ما اديها التقليبه ونشوف اللون. بص اللون بقى بتاع الشوربه عامل ازاي. لا لا خطيره في حته تانيه خالص ما شاء الله. ايوه لون الكهرمان ايه يا عم الحلاوه دي. يلا شوربه يا جماعه بالف هنا وشفا. بص اللون ما شاء الله كل حاجه تمام التمام قوي، واخده العرق بتاعها التمام بالنشا والزعفران اللي حطيناهم بيها كده زي الفل. الشوربه بقى بتخلص هنا بنجيب عندنا، لو عايزه مثلا عندك عزومه ولا حاجه الدنيا لطيفه كده معاكي وفي وقت معاكي يعني تعملي الموضوع ده، بنجيب عندنا شاش وبنبدا اللي احنا ايه مفيش لا مانع خالص يعني اللي انت تجيبي نص الليمونيه كده وتقومي حطاها هنا كده تمام. وبعد كده بنقوم قافلينها، وبعدين بنقوم قافلين يا استاذ كده بالشكل اللي حضرتك كده شايفه اهي تمام كده يا حمدي ماشي. وبعد كده تقوم واخد الليمونه بالشيشه ديت وايه رايحين فين؟ عصرين فتنزل من غير بذر ومن غير اي حاجه. الله على الكلام الجميل استاذ.